أوتر مع الإمام صلى الوتر، ماذا يعمل؟ أراد أن يصلي في آخر الليل أو وسط الليل أو بعد الوتر مباشرة، هل يجوز له أن يصلي؟ نعم يجوز، لكن ماذا يعمل؟ بعض العلماء قال إنه إذا أراد أن يصلي فإنه ينسحب إذا جاء أوتر، إذا جاء الإمام الوتر ينسحب ولا يوتر، وهذا ضعيف، لأن معناه أنه ما صرف مع الإمام حتى ينصرف، والنبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال آخر من أهل العلم إنه إذا أراد أن يصلي في بعد صلاة الإمام فإنه إذا سلم الإمام الوتر يشفعه بركعة، فتوتر له فتكون صلاته شفعا، ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته، وهذا ضعيف أيضا، لأنه أولا ما انصرف مع الإمام، وثانيا أنه كان يقول للناس انظروا أني سأصلي، هذا ضعيف. وقال آخر من العلم إنه إذا أراد أن يصلي فإنه يسلم مع الإمام، ولكن إذا أراد أن يصلي فإنه يصلي ركعة واحدة يسلم منها وينوي أنها تشفع الوتر الذي صلىه مع الإمام، ثم يصلي ما يسر الله له وما قدر الله له ثم يوتر بعد ذلك، وهذا ضعيف، لأن معناه يكون أوتر ثلاث مرات. والصواب أنه يصلي ما تيسر ولا يحتاج أن يعيد الوتر، يكتفي بوتره مع الإمام، يصلي شفعا بدون وتر، يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو مئة أو ما يسر الله، ولا يحتاج يوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ولكن كيف الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ الجواب أن هذا الأمر ليس الوجوب بل هو الاستحباب، الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر، ولكن يجوز الصلاة بعد الوتر. والدليل على صرف هذا الأمر عن وجوب الاستحباب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين،